اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع كابتن هشام عبد الوهاب. كابتن، يمكن بنتكلم عن الاصابات، وده كان احد الاسئله التي تم سؤالها طبعا مستر ديفيد في المؤتمر الصحفي، خاصه ان احنا عندنا يمكن اربع اصابات. عايز اشوف حضرتك، هل الفكر هل ممكن يتم استعادهم من الناشئين؟ هل عندنا ناشئين كويسين في هذه المراكز؟ هل ممكن اعاده النظر مره اخرى في الاجانب؟ يعني عايز حضرتك تستفيد في هذا الموضوع. لو احنا بنتكلم الاول على حجم الاصابات، فاحنا عندنا فعلا في النادي الاهلي عندنا بقى لنا فتره في موضوع الاصابات دوت، ومحتاجين ان احنا يعني هنتكلم فيه اكتر باستفاضه. ان عندنا مثلا مشكله زي دلوقتي بقى في مهاب اللي هو الرايت باك دوت مصاب، المفروض بس اصابته ان انا اعتقد انها مش تاخد مده طويله. في عندنا سيسا لعيب مصاب، اعتقد برضو ان شاء الله ان اصابته مش تاخد مده طويله. يمكن الاصابه الاخطر بتاعت فوكس اللي ربنا يشفيه ان شاء الله. سيسا كمان متهيألي خلع في الفك باين ولا بس عشان بس انا مش متاكد ان هي بس ما اعتقدش شخص اللي مش هتاخد وقت طويل. نفس الكلام بالنسبه احنا قلنا على لاشين وفوكس كمان مؤخرا، بس فوكس خلاص صليبي يعني ممكن 6 شهور ولا خمس بنسبه كبيره. طبعا ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويهون عليه، حتى عشان عارف المشكله دي بتبقى نفسيا بتاثر جامد كده. فعدد الاصابات مش هيفرق معانا، ان احنا يعني عدينا بالمراحل دي قبل كده. اعتقد من ضمن الادوار اللي ديفيد هيبقى بيحاول يشوف لها بدائل قريب يعني في الوقت القريب قوي، هو كل العناصر الموجوده في اللعبه اللي عنده خامات كويسه قوي موجوده في فريق 2002، في خامات كويسه قوي موجوده في عناصر 2004. فليه لا ان احنا نقدر نبتدي من صعد من دلوقتي، وفي عندك العناصر اللي تقدر تطلع تساعد. يعني بالصدفه لو خدت بالك في الماتش بتاع ماتش اول امبارح، هتلاقي في احمد رادي كان موجود في الوينج. ايوه صح، سوري انا اسلام رادي، احمد رادي اسلام رادي الفريق 2002 اللي حط جون الفوز في ماتش الزمالك. بالظبط كده، يعني بالزبط. هو يعني في لعيبه مره واحده هتلاقيها بقت موجوده في الملعب، يمكن غصب عنه ما كانش مهيئ لحاجه زي كده، لكن مره واحده موجود في المكانه بتاعته، وخد الثقه من المديرين الفنيين الموجودين بره، وكان موجود في دي حاجه صعبه جدا. الاختيار الاول حضرتك بتقول الاعتماد على قطاع الناشئين واللعيبه المصعده. طبعا هل ممكن نعمل روتيشن يعني من لاعب في مركز يغيره لمركز ثاني؟ هل عندنا الامكانيه دي ولا مع المستوى الكبير والليفل العالي ده بيبقى صعب غير مركز حد؟ لا طبعا ما فيش حاجه صعبه خالص، بالعكس ده انت بيبقى في اوقات مثلا احمد راضي اللي هو معار دلوقتي في فرقه سبورتنج، هو كان لعيب بيلعب ناحيه الوينج ليفت مكان اسلام، ودلوقتي بقى بيلعب في الهاف. نعم. ومؤثر في الهاف، ودلوقتي طلع اعاره بسبب ان هو مميز في المكان ده. نعم. فلا طبعا لا، في اي وقت ممكن انت تغير بده. في لعيبه ثوابت غصب عنك ما بتقدرش، زي مثلا لعيب كابتن مصري مثلا على سبيل المثال، ما ينفعش انت تغير اداؤه. بالظبط، لكن في نوعيه لعيبه عندها من الفلكسبيليتي او من المرونه ان هو يقدر يتغير. ده الاوبشن الثاني. الاوبشن الثالث هل الاجانب المحترفين؟ طبعا في اوبشن ثاني ان احنا نشوف، يعني انا ببقى دايما شايفها اكتر اما نبقى مقربين على البطولات اللي هي المهمه او سواء قاريه او عالميه، يبقى محتاجين. لكن انت طول ما احنا عندنا العناصر البشريه موجوده في النادي الاهلي، احنا عندنا من العناصر اللي هنقدر في تفريغ غير عادي، وفي لعيبه محتاجه تاخد الثقه عشان تقدر تادي. فبالتالي لا، يعني زي ما بقول لحضرتك، لعيب لسه واخد الثقه بقى موجود في الملعب، ليه لا مبقاش عندي الحاجات ديت مره واثنين وثلاثه؟ ده يمكن عشان احنا اكتر مدربين عارفين القوام بتاع القطاع الناشئين عامل ازاي. بس خليني اقول لحضرتك كابتن، انه يعني ممكن يكون لاعب صغير، نعم، ودم الدفع بيه والاستعانه بيه عشان في عجز في المركز، ولكن الخبره. يعني احنا عانينا في الفتره اللي فاتت من خساره المباريات في اخر ثانيه، اخر 10 ثواني، اخر دقيقه، ويبدو ان هذا الامر له علاقه بالخبره. فانا يعني خليني اتكلم معاك بكل صراحه، أكيد. الجمهور يعني متعطش للمكسب طبعا. فالحقيقه انا مش يعني حته ان انا اصبر على لاعب شويه انه يعني ياخد الثقه او يستعد الثقه، او لاعب لسه طالع محتاج، ما عنديش الاوبشن ده قوي، يعني ما عنديش الرفاهيه، لا انا عايز بطولات بسرعه. انا عارف ان دايما بيبقى جماهيرنا دايما متحفزه، ودايما دايما بتدور على المكسب ورقم واحد، ولا بديل عن المكسب. انا عارف ده كويس جدا، بس نفس هم نفس الجماهير اللي احيانا بيبقوا حواليك وقريبين منك بيكلموك، كابتن ما تبص على اللعيب دوت. نعم. كابتن ما تبص. نعم. على اللعيب ده كابتن. فهم بيبقوا الدافع، بالعكس ده يبقى هم بيبقى دافع، بس هو طبعا بيبقى عايز اكتر النتيجه دلوقتي على ارض الواقع. ويمكن كابتن خالد العوضي قال يا جماعه اصبروا علينا شويه، احنا ماشيين صح. وعلى فكره اللي بيحصل ده داعي للصبر، يعني ده اللي انت لو لاقي مثلا يعني اداره النادي او مفيش خطوات بتؤخذ ان يوقف الفريق على رجله. مزبوط. ويوفر له زي ما بيقولوا كل ما يحتاجه من كل. طب. شيء انت ممكن هنا تقول لا ده في تقصير او او او، ولكن احنا شايفين من اول كابتن محمود الخطيب، معالي الوزير عمرو فاروق نائب رئيس، عندك مجلس اداره كابتن مرتجب بالكامل. طبعا. عندك مدير نشاط رياضي قوي ونشيط. طبعا. فكل الامور دي في الاخر بتصب في الدعم، فبتهيالي ده داعي من دواعي ان احنا نصبر. مظبوط. ومش بس كده يا كابتن عيسى، اكد على حضرتك معلومه كمان، اغلبيه اللعيبه اللي موجودين في قطاع الناشئين كلهم لعيبه منتخبات، فمعنى كده ان انت بتعوض الحته بتاعت اللي هي اللي عنده الخبرات. لا ده لعب ماتشات، يعني حتى اللعيب زي ارادي، زي عمر شريف، زي مهاب، دولت لعيبه مواليد 2002،
لعبوا مباريات قبل ما يلعبوا مع الدرجه الاولى، فبالتالي هو عنده من الخبرات، مش مجرد لعيب خام لسه هيطلع في وسط اللعيبه، لا بالعكس. لعيب زي عمر الشريف لعيب ان شاء الله يعني تبشره خير ان احنا عندنا لعيبه في قطاعات الناشئين تحت كتيره قوي تقدر تساعد الدرجه الاولى. طب عايز اروح لكلمه قالها كابتن خالد العوضي في حواره معانا، قال او في لقائه معانا، قال انه انا بشكر اللاعبين، اللعيبه ما فيش لعيبه عايز يخسر، اللعيبه بتبذل كل جهدها. ولما يطلع هذا الكلام من مسؤول الاول عن النشاط الرياضي، مدير عام النشاط الرياضي في النادي الاهلي، لما يقول كده يبقى اكيد اللعيبه ما كانتش عايزه تخسر. كابتن انت كنت معاهم في قلب الحدث وشايف، وحضرتك كنت واحد من اللي صنعوا الطريق ان احنا نوصل للكاس العالم، اكيد اللعيبه بتبقى في حاله صعبه جدا لما لا قدر الله بيتعرض لخساره. ما نفس الكلام اللي احنا كنا موجودين عشان نكسب بطوله السوبر جلوب. اول ما رحنا على طول كان بعديها بحوالي اسبوع، وما ادراك ما المشقه اللي بتبقى موجوده في افريقيا. يعني احنا بنتكلم على النيجر، هي بلد يعني نسبيا على قدها جدا 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 بامكانيات محدوده جدا. لكن الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت هو اوريدي موجود. يعني اللعيبه اكيد، وانا بكلمك وانا معاشر اللعيبه ديت، اللعيبه عمرها ما كان عندها لحظه تفكير 1% ان انا هنزل اتخاذل او ان انا هنزل اقصر. لا، اللعيبه كلها نازله مركزه، بس ممكن بيحصل لقطه من اللقطات غالبا حاجات ما بتبقاش باينه ظاهريا في وسط الفريق، لكن ممكن يبقى عندك حاجه، عندك مشكله في مركز، عندك مشكله في حته، فهي دي الحاجات اللي ممكن غصبا عنك التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق معايا. ويمكن داني لما كنت موجود معاه في الفتره الموجوده، هو دايما كان بيتكلم على دايما المدربين الاجانب اللي بيقول التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق، هي اللي بتعمل الفرق ده. انت خسرت كوره في اخر 30 ثانيه علشان باص غلط، علشان تركيزك قل، ما قابلتش حد بدري بالصبت. مثلا يعني لكن كابتن، يمكن كابتن خالد عوضي عاش جوه الفرقه دي في وقت من الاوقات كتيره جدا وفي حضوري، فبالتالي هو عارف تفصيليا اللعيبه ديت ما عندوش لحظه تخاذل واحد. طبعا لما بيطلع بعد الماتش او بعد ما بيحصل حاله الدروب دوت او الخساره بتطلع بتبقى المنظر مش حلو. طيب استاذنا كابتن برضو زميل الملاعب وحبيبك يعني كابتن محمد عبد الوارث، ولقاء معاه، وما ينفعش طبعا نكون في هذا اليوم الجميل. وازيك يا كابتن محمد عبر الهاتف؟ طبعا ازيك يا كابتن محمد. كابتن هيثم اخبارك ايه؟ وحشني والله، ومشتاق لك بقى وتحليلاتك الفنيه. حبيبي يا كابتن هيثم، ربنا يكرمك. الله يخليك. وكابتن هشام هنا في الاستوديو بيمسي عليك، وطبعا انتوا بقالكم يمكن ساعتين بس ما شفتوش بعض تقريبا. وهشوفه تاني على طول كمان ساعه. هشوفه تاني النهارده اكيد، عندكم تمرين مع بعض ان شاء الله. لا لا اكيد طبعا. كابتن محمد، يمكن شايف يعني البروجكت او المشروع اللي بيقدمه النادي الاهلي النهارده بتعاقد مع مدير فني يعني كلاس A في كرة اليد على مستوى العالم، مدير فني عالمي، وتعاقدوا معاه لفترة طويلة، لونج تيرم بلان، انه 3 سنين بيعد لمشروع مع كرة اليد في النادي الاهلي، شايف ده ازاي يا كابتن محمد؟ والله بص، طبعا دي حاجة كويسة جدا ان النادي الاهلي بيفكر في المشروع ده، فأنا شايف طبعا دي خطوة كبيرة جدا ان هم يبقى ديفيز موجود من المدربين طبعا كلاس سي، عنده خبرات في الملاعب، خبرات في التدريب، فالحاجات دي كلها طبعا هتفرق مع اللعيبه جدا. وهم تقريبا في معظم لعيبه كتيره اتعاملوا معاه اذا كان في المنتخب، فتقريبا هو كمان حافظ المصريين كويس جدا، فهيبقى التعامل مش هيبقى فيه صعوبه ما بينهم وبين بعض، فدي طبعا حاجه كويسه طبعا ان النادي يفكر في حاجه زي دي، فدي انا شايف ان حاجه خطوه كبيره جدا وخطوه كويسه جدا. طب يا كابتن، شايف التعاقد معاه لمده 3 سنوات، هل ده يعني مشروع توفير استقرار؟ لانه حضرتك الحقيقه احنا في الفتره الاخيره شفنا تغيير مديرين فنيين، يعني الظروف كانت بتستدعي ذلك، ولكن شايف تعاقد النادي الاهلي مع مدير فني بهذا الحجم لمده 3 سنوات ده يعني بحثا عن الاستقرار كجهاز فني عالمي بتوفير كل شيء لمده 3 سنوات عشان يبقى في استقرار فني حتى اللاعبين تشعر بالاستقرار ده، شايف ده كده كابتن في الاتجاه ده، ولا شايف يعني معنى تاني للتعاقد ب3 سنوات؟ لا طبعا، الاستقرار ده طبعا شيء اساسي جدا ان هو يبقى موجود مع فريق بيبني جديد، فيه عناصر شباب كثيره. لا طبعا لازم يكون في استقرار، ودي خطوه كويسه جدا ان هو يبقى موجود بالمده دي عشان يقدر انتاج المدرب، مش هيبان من اول سنه طبعا، مش قبل 2-3، فدي حاجه طبعا كويسه، وشايف ان دي حاجه ممتازه جدا ان كابتن خالد العوضي بدا يشتغل فيها والنادي الاهلي بدا يشتغل فيها، فانا شايف طبعا ان دي حاجه كويسه جدا، ان 3 سنين دي انا شايفها دي حاجه كويسه جدا طبعا. طب شايف يا كابتن النهارده مباراتنا مع طبعا ماكبرج الفريق الالماني في الدور قبل النهائي، شايف النهارده هنعيد الانجاز تاني بالصعود للفاينل زي 2007، ولا شايف المباراه صعبه النهارده يا كابتن؟ لا طبعا المباراه طبعا مش سهله خالص، بس ما فيش حاجه اسمها مستحيل،
ان احنا تعودنا جوه النادي الاهلي كده طبعا ان ما فيش مستحيل، قدرنا نعملها قبل كده وقدرنا خدنا الميداليه الفضيه، فليه لا؟ الموضوع مش صعب، هو ملعب 60 دقيقه، موت نفسك ربنا هيكرمك، الموضوع مش يعني ما فيش حاجه اسمها مستحيل. فرقه محترمه، فرقه حامل اللقب السنه المرأة اخر نسخه، فطبعا الموضوع هيبقى فيه صعوبه بس ما فيش حاجه مستحيله ان احنا نقدر، ليه لا؟ نعم، على رايك فعلا يعني ما فيش حاجه مستحيله وكل طبعا الامور وارده. كابتن محمد ابو وارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، طبعا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا عبر الهاتف. اجي لك كابتن هشام، يعني الناس كلها طمعانه النهارده وعشمانة في المكسب يا رب. كلنا ان شاء الله باذن الله كلنا، خلينا نبقى متفائلين. موضوع الماتش مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها، لكن ان شاء الله باذن الله اللعيبه بتاعتنا يكون عندها من التركيز العالي قوي النهارده، يكون موجودين وحاضرين في الملعب، وانا متاكد 100% ان هم حضروا للمباراه ديت كويس قوي. ان شاء الله خلينا نعمل خير ان شاء الله باذن الله ربنا. طب كابتن، يعني التعاقد مع مدير فني بهذا الحجم هي ايضا رساله للعالم كله، يعني انت النهارده في بطوله العالم كره قدم بتوصل يعني برونزيه مرتين ورا بعض، وقبل ذلك كمان، ودايما بتشارك كممثل عن افريقيا، عندك كره اليد النهارده، عندك الباسكت بول النهارده بيشارك في الباسكت بول افريكان ليج، وحظوظه عاليه جدا للفوز بيها والروح بطوله العالم. فهنا النادي الاهلي بنتكلم عن عالميه، عن تواجد عالمي، يعني الناس لما تتكلم على الانديه الانديه الكبرى في افريقيا رقم واحد، مش بتكلم على مصر بقى، مظبوط، رقم واحد النادي الاهلي. شايف النهارده التعاقد مع هذا المدير الفني بهذا الحجم هو كلاس ايه، وكل الصحف العالميه هتتناقل هذا الخبر بهذا المؤتمر الصحفي المشرف، شايف ده ماشي في التراك، ده ماشي في التراك العالميه النادي الاهلي؟ يعني مش زي ما قلنا مش هنبقى مخصصين اكتر لكره اليد، انا شايف ان المشروع دوت في جميع الالعاب بشكل كبير. يمكن هنتكلم خاصه اكتر على النادي الاهلي وتاثيره على النادي الاهلي. طبعا ان انت توصل عالميا، ان انت من نادي معروف محليا او معروف افريقيا اكتر، لكن اغلبيه الانديه في اوروبا يمكن لما بتيجي تقابل تسمع عن اسم النادي لازم الاول يبتدي يعمل الواجب بتاعه، يعمل ريسيرش بتاعه. دلوقتي الريسيرش بقى اسهل، بقى عارف كويس مين المدرب، بقى عارف يعني، حتى انا متاكد ان المدربين قبل حتى كمان قبل ما يتعاقدوا بيعمل الواجب بتاعه، بيعمل ريسيرش بتاعته، بيعرف هو رايح فين، بيعرف النادي عامل ازاي، حجم الجماهير بتاعته عامله ازاي، واعتقد الكلمه دي لوحدها بتعمل لهم رعب يعني. صحيح. فلا بالعكس، انا شايف ان دي بتبقى اضافه واضافه كويسه جدا، واعتقد ان دي بتبقى اول خطوه. احنا النادي الاهلي يمكن بنتكلم على فيجن دايما سابقين اغلبيه الناس اللي موجودين حوالينا، فدايما باصين لحته تانية، لنقطه تانية، ودايما بنروح للنقطه دي الاول الحمد لله. فده بما ان احنا ناس بنفكر لقدام، دي من ضمن الحاجات لازم نفكر فيها حاليا، ان انت محتاج تروح للعالميه، عشان نروح للعالميه محتاجين نعمل الكلام ده ونوفره من دلوقتي. وخليني اقول لك كابتن انه يعني، وعايز راي حضرتك في اللي هقوله، النادي الاهلي عندما يتفوق ويعني يعمل الانجازات اللي بيعملها دي، فهو ايضا تفوق لكل المصريين طبعا، مش بس التفوق للكيان نفسه وتفوق لمصر، ولكن مدربين النهارده لما النادي الاهلي يؤدي اداء زي كده في الدمام، مزبوط، الطلب بيزيد على المدربين بتواجده في كل اماكن. شايف ده ازاي يا كابتن؟ شايف ان احنا بقينا بننافس دلوقتي، يعني البطوله مقامها في السعوديه، لكن انا شايف الاصداء بتاعتها عامله ازاي من الصحف من بره. يعني انا شايف الاصداء بتاعت او الفيدباك اللي جاي من بره دوت، انت مش متخيل عامل ازاي في كل يعني لما اتفرج على جون بتاع الصده الاخيره بتاعه طه، اتفرج على ويب سايت اجنبي هو اللي جايبها من كل الزوايا وجايبها من كل اللقطات بتاعتها، وانا بصراحه يعني كنت قاعد مبهور. ربنا يحييك. فاكيد حاجه من الادوات المساعده هو ان انت لازم عشان خاطر اول الطرق ان انت يبقى عندك كمان السيستم دوت او النظام ده، وده بقى موجود دلوقتي. فاحنا نبقى مبسوطين كلنا على فكره كمنظومه، كلنا مبسوطين بالله طبعا، لان احنا هنستفاد كلنا اكيد. كابتن هشام، انا طبعا نورتني وشرفتني، بشكرك ان انت كنت معانا النهارده في يوم مميز زي النهارده، بشكرك يا كابتن. انا اللي بشكرك هسه ان انا موجود معاكم النهارده في الحدث بتاع ديفيد وتقديمه، واشكرك جدا جدا وشكرا ليك. كابتن هشام عبد الوهاب طبعا نجم النادي الاهلي ومدرب عام فريق السيدات بنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. اعزائي المشاهدين، دي كانت تغطيتنا الخاصه لطبعا وقائع المؤتمر الصحفي قديم مستر ديفيد، اللي الحقيقه بنتمنى له كل التوفيق، تبقى التوفيق ان شاء الله، ودعواتنا قلوبنا النهارده مع الفريق في قبل النهائي. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، ولتغطيات اخرى قادمه شكرا جزيلا.